شايفين هذا الكائن الحي؟ هاي كيف الحال؟ ليش خايف؟ على كل حال له علاقة كثير في موضوعنا. هذا واحد من الكائنات الحية، شايفينه؟ هاي راح. في كائنات حية هون ثانية، في عصفور ما بعرف إذا شايفينه ولا لا، برضو هاي من الكائنات الحية، من الفقاريات نسميها. المهم هاي المخلوقات في كثير من الأحيان، خاصة في الموضوع اللي بدي أحكي فيه هسه، بتفهم شوي أكثر من بعض البني آدمين. المخلوقات اللي حكينا عنها هاي اللي قبل شوي تفهم أكثر من بعض البني آدمين. الموضوع أو العنوان التستوستيرون المغشوش. التستوستيرون هو عبارة عن بنسميه هرمون الذكورة، بيطلع من التستس بنسميه عشان هيك. المهم اللي بيعرف عن الموضوع كويس، بس إنه هذا هرمون الذكورة، هرمون الذكورة اللي لما يجي الذكر يبلغ بخشن صوته، بيطلع شعر جسمه لحيته وهكذا. على أي حال، فالعنوان عن هذول الناس اللي هاي الكائنات الحية اللي عندها تستوستيرون مش مغشوش، في مقابل الناس اللي عندهم شيء منه مغشوش. ايش اقصد بمغشوش؟ لانه فعليا لازم يفحصوا، عن جد لازم يروحوا يفحصوا، ما بعرف كيف، لازم لاقينا طريقة الناس هاي يعني تفحص، لانه مش معقول، يعني ابدا مش معقول. شفتوهم هذول؟ عن مين بحكي قاعد؟ بحكي عن جماعة الشباب هذول الكول، اللي لما نيجي نحكي عن مثلا نيجي نتكلم عن التحرش في الشوارع، تمام؟ نيجي نحكي عن التحرش. الآن في له أسباب، الأسباب هاي لازم نحاربها. إيش هي؟ من ضمنها ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضمنها غض البصر، من ضمنها الحياء العام، من ضمنها القيم في والعادات في المجتمع، إنه ومن ضمنها حجاب المرأة، تستر المرأة اللي هو. فيجي الأخ المناضل هذا، لا ما بنفع معه الكلام هذا. ليش ما بنفع معه؟ لأنه هو الأخ الكول اللي شايف العلاقات بين الشباب والبنات والفرنشيب بيناتهم، وإنه لا التحرر والانفتاح ما بأثر عليه، هو ما بتأثر، هو إنسان يعني خارج هاي النطاق الحيوانية والبهيمية اللي أنتوا بتحكوا فيها. فهو الأخ اللي ما بتأثر، الأخ اللي فرنشيب بينه وبين يعني صاحبته بالجامعة وزميلته، هاي مجرد زي أخوي، زي أخوي. أنا اللي بحكي زي أخوي واحد من الثانية، يا أما كذاب يا أما التستوستيرون تبعه مغشوش. عشان هيك بلش الموضوع تبعنا بفحص التستوستيرون، لأنه يعني فعليا هاي فطرة، هاي فطرة في البني آدمين، وما أنزله الله عز وجل من شرعه يوافق تماما فطرة البشر ويكاملها. والدلائل والشواهد الحقيقية بين الناس اللي بنشوفها غير هيك تماما، لأنه هذول الشباب نفسهم اللي بتفلسفوا قدام البنات وقدام العامة وفي على الفيسبوك، وإنه يا هذول الحيوانات اللي بيحكوا عن تستر المرأة، شو يعني؟ هذول نفسهم في المجالس الخاصة بنعرفهم، والله بنعرفهم، والله بنعرفهم. على أي حال، هذول الجهة. الجهة الثانية، سمعنا آخر نقاش عن الموضوع وكثران النقاش هذا، اللي هو لما يجي يحكي في الرؤية الشرعية عند الخطبة. يعني واحد بده يخطب واحدة، بروح في رؤية شرعية بشوفوا بعض، ومطلوب منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه إنه روح تشوفها لأنك بدك تتزوجها، تمام؟ ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، مشان يعني تحبها وتحبك تتقبلوا بعض، عشان بدكم تعيشوا حياة كاملة مع بعض. فقال هو يعني الإنسان اللي متفوق على هذا المعنى البهيمي حسب تعبيره، المعنى البهيمي، فهو لازم يطلع على أفكارها وآرائها وما ينظر إلى شكلها. هل معنى أنه ينظر إلى شكلها معناها ما ينظر إلى أفكارها وآرائها؟ يعني مين حكى أنه هاي تعني عدمها؟ برضو بنرجع لواحدة من المغالطات المنطقية، الإثبات من النفي، أنه لأنه بدنا يطلع. بس هاي من أهم الشغلات، لأنه بده يتزوجه، مش قاعد بيختار واحد صاحبه، مش قاعد بيختار شريك رابع شدة، لا، قاعد بيختار شريك حياة، بده يكون في زواج. والزواج إذا بده يكون فرق بينه وبين باقي العلاقات في الحياة، نعم هو الجنس اللي هو مش شيء نجس، بل هو من جماليات الكون، من نعم الله عز وجل للبني آدم، بل هي لكثير من المخلوقات من ضمن البني آدم، بل هي من نعيم اللي وعد الله عز وجل به المؤمنين في الجنة، فمش شيء. لكن هاي العقدة اللي جايتنا من الكنيسة نوعا ما، اللي هي فكرة انه الجنس هذا شيء يع. طب انا بدي اسأل واحد اجا يخطب واحدة،
فبسألوا أهلها وهي بتسأل إنه طب أنت قادر على إنك تشتغل تأمل لنا رزق ونعيش وناكل ونشرب وفي مكان نقعد فيه ننام؟ فهل يعقل إنه يجي يحكي لها فعلاً إنه أنت مادية ومصلحجية وإحنا شركاء حياة لازم تطلع على أفكاري؟ لا لا، هاي ضرورات حياة، طبيعة، فطرة فطرة، إلا إذا كانت هي غاوية يعني مشرتة، فممكن أنا تحكي أنا ما بدي لا نأكل ولا نشرب ولا نسكن. لا لا، هاي فطرة بشرية لازم تعملوا هيك لأنه أنتوا تتزوجوا. سبحان الله، وكذلك الأمر. وإن كان المسألة الثانية اللي هي مسألة الاستمتاع والجنس هو بين الجنسين، يعني مش بس مصلحة للذكر، إنما هي بين الجنسين، الاستمتاع بينهما في حين هاي المصلحة اللي هي المادية بالنسبة للمرأة هي كلها للمرأة، إنه هي الإنفاق عليها، هي ما تنفق شيء، إنه يسكنها، هي ما بتجيب شيء من هذا، يعني ليس عليها واجب من هذا شيء. في حين في العلاقة الجسدية والجنسية الحلال بين الزوجين، إنما هي لكلا الطرفين. فمين إحنا وين رايحين؟ إحنا ضايعين، يعني إحنا ضايعين بين هذول. ما بعرف، أنا ما بعرف من وين بفكروا. يعني هو مسألة إنه أول شيء يعني فقه التفكير والعقل والمنطق، إنه هذا ضارب، السلام عليكم. لكن صراحة أنا أدعوهم دعوة حقيقية إنه يبحثوا التستوستيرون، لأنه مش معقول. طبعا تأثير التستوستيرون المغشوش واضح جدا في مجتمعنا على أشياء كثيرة، من ضمنها انعدام الغيرة، وهذا موجود في يعني في أماكن كثيرة، وأنتم بتعرفوا شو يعني. طيب أنا بس اليوم هذا يوم البث المباشر العالمي للبث المباشر، فحكينا كثير، والله يجزيك الخير. بس والله يعني لأنه الموضوع كان مزعج، يعني إذا كانت القيم الفطرية الأساسية مش موجودة في البني آدمين، أنا ما نعرف كيف بدنا نخليهم يحملوا الإسلام ليقوموا به. أنا بحكي عن المسلمين، عن رجال وشباب المسلمين، القيم الفطرية الأساسية، الغيرة مش موجودة، وين بدنا نحمل الإسلام؟ يعني كيف بدي أحمل هذا المسلم الإسلام إن كانت فطرته متكزة أصلا؟ غيرة مش موجودة، فهم لمعنى العلاقات الإنسانية، ما بعرف. على أي حال، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يستخدمنا وأن لا يستبدلنا، وأن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لما فيه الخير جميعا، ويكون فينا صلاح للأمة إن شاء الله جميعا جميعا يا رب. وصراحة يعني إحنا صح منعلق أحيانا كثير، وهي أحيانا كثير يعني أحيانا كثيرة على كثير من الناس، وأحيانا نتهكم عليهم، لكن صراحة الواجب هو علينا، يعني على الناس اللي بتعرف. أنا ما بحكي أني بعرف كل شيء، بس في الأشياء اللي أنا بعرف فيها، في الأمور اللي أنت بتعرف فيها، هو واجبك أنك تثقف فيها الناس. في الأشياء اللي ما بتعرف فيها واجبك تروح تطلب علم، وهكذا. فصراحة إحنا لما نعلق على الناس اللي يجهلون مثل هؤلاء، لما نتهكم، إنما والله نريد الخير لهم ولغيرهم، لكن صراحة لأن الأمراض أحيانا متفشية بدها ضرب عشان تقدر تقضي عليها، ما بتقدر تجيبها باللطف. فهي من المسائل اللي بدها شغل، إنه نعلم الناس اللي حولنا هاي المفاهيم، نعلم الناس اللي حولنا. ترى هاي مشكلة ترى موجودة في مجتمعنا، إنه عدم حب الخير للناس، ثقافة المعروف إنها المنكر المختفية، وهي طبعا بتسبب مشاكل، اللي هي ثقافة الناس بتصير ضحلة. والسبب مين؟ اللي المفروض نسميهم مثقفين، النخبة. على أي حال، الله يجزيك الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.